إليكم في هذا الفيديو أفضل 5 مسلسلات في التاريخ. رقم 5، مسلسل لعبة الحبار. تدور قصة المسلسل حول لعبة البقاء على قيد الحياة، والتي تبدأ ب 456 متسابق وجائزة قدرها 38.7 مليون دولار أمريكي. يصنف هذا المسلسل ضمن مسلسلات الرعب والإثارة، وهو مسلسل كوري جنوبي يتكون من 9 حلقات. أخذ هذا المسلسل تقييم 8.5 من 10 على موقع IMDb. رقم 4، مسلسل بريكنج باد. يحكي المسلسل قصة والتر وايت، وهو مدرس كيمياء في المدرسة الثانوية ويعاني من الاكتئاب. وبعد اكتشافه لإصابته بسرطان الرئة، يقرر طلب جيسي بينكمان طالبه السابق من أجل مساعدته على طبخ مخدر الميث وبيعه في نيو مكسيكو، ليمر والتر بالعديد من التغيرات في شخصيته الجديدة. رقم 3، مسلسل بريزون بريك. After his appeals were exhausted, I knew there was only one way to get him out. تدور قصة هذا المسلسل حول رجل بريء يسجن ويحكم عليه بالإعدام، وأمله الوحيد الآن في أخيه الأصغر الذي يرتكب جريمة لكي يرسل نفسه للسجن ويضع خطة من أجل هروبهم معا. رقم 2، مسلسل لا كازا دي بابيل. تدور أحداثه حول رجل غامض يلقب بالبروفيسور، يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وليقوم بذلك يجب عليه تجنيد 8 أشخاص ليس لديهم ما يخسرونه. Cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a robar? La fábrica nacional de moneda y timbre. رقم 1، مسلسل مستر روبوت. Hello friend. That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. هذا المسلسل يحكي عن قصة شاب يعاني من اضطراب القلق الاجتماعي، ويعمل مبرمج كمبيوتر في الصباح ومن قراصنة الكمبيوتر في المساء. فيتم تعيينه للعمل عند رجل غامض يدعو نفسه مستر روبوت لاختراق الشركات الكبيرة التي باعتقادهم السبب في فساد المجتمع. This is the world we live in. The warm, messy circle of humanity. وهنا ستكون إنتاج هذه الحلقة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.